عايز اقول لكم انه امير توفيق رجع من السفر بره، كان فتره كده فيها غياب وحواليه حواديت كتير ومشي ما مشيش وجي النايب ولا ما جاش لا وكل التفاصيل دي، وبدا يخش فيه التفاوض لتجديد عقد محمد الشناوي. ومحمد الشناوي الاهلي هيجدد عقده يوصل ل 35 مليون جنيه في السنه. خد مني 35 مليون جنيه في السنه، 25 شاكب راكب و10 كده ايه اعلانات على شويه حواديت، بحيث يوصل ل 35 مليون جنيه. يعني خلاص، يعني انت هتفضل تقاوح وتقاوم 15 و16 و13 و12 و11 مع الاسعار اللي موجوده دلوقتي، صعب صعب مع المغريات اللي بتيجي من دولات خليجيه او هنا او هنا، صعب حتى جوه مصر بقت المساله دي صعبه جدا. فمحمد الشناوي هو على راس الذين سيتم المد العقد بتاعهم خلال الفترة الجاية. وعده أصلا كانت رفع عقده 17 مليون، هيوصل 25 زائد 10 مليون بقى الحملات والإعلانية والحواديت اللي بتبقى معاه دي. خد بالك كولر وافق، وخد مني الخبر على عودة محمد شكري الباك ليفت بتاع سيراميكا، طلبه يرجع مع بداية الانتقالات الصيفية اللي جاية. محمد شكري رسميا وفق التعاقد بتاع سيراميكا الاهلي هيسدد 7 مليون جنيه ويسترده. يعني لما الزمالك طلبوا من سيراميكا، سيراميكا قال لك 50 مليون جنيه. تعجيز طبعا، لان هو مش هيبيعوا له الزمالك لانه عارفين ان الاهلي هيسترده والبند فيه 7 مليون جنيه، يدفعهم الاهلي ياخده يرجعه تاني. وده اللي هيعمله الاهلي مع الصيف اللي جاي يعني. وخد بالك واحمد قندوسي كمان راجع. معرفش هل دي علاقه بقى ليه علاقه بان بسام سيراميكا ما رضيش يسيبه للاهلي في احتياج الاهلي لحارس مرمى، معرفش اتغاظوا فهيرجعوا اللعيبه بتاعتهم. فالاهلي بيقول لك ان قندوسي كولر طالبه يرجع على حساب مين بقى؟ احنا عارفين طبعا جده، يعني جده مودست خلاص بقى، يعني نقفل شهر يونيو كده وشكرا جزيلا يعني. انما قندوس الراجل شايف ان هو من الناحيه الفنيه والبدنيه جيد جدا ويستحق العوده مره اخرى. وقندوسي فعلا متالق مع سيراميكا كليوباترا بصراحه يعني. الاهلي عنده خلاص كهربا مش مسافر، الاهلي مسافر بكره ان شاء الله بعد تمرين الصبح، رايح على غانا ماتش ميدياما يوم الجمعه الساعه 6 بتوقيت القاهره، هيقعد 48 ساعه يعني يوصل ينام يصحى يتمرن الخميس السبت الجمعه يلعب. في لعيبه مش يعني مش موجوده في القايمه اللي مسافره، لو هقول لكم يعني اهو ثانيه واحده. انت اسامه ابو علي على فكره سليم وقصته تمام، بس النهارده خد كدمه من عمرو السوليه قلقت الناس جدا عليه، انما اموره تمام مفيش مشكله يعني، يعني ما عندوش اي مشكله خالص في القصه دي. الاهلي اسامه ابو علي غايب، هيسافر. كوكا غايب، كهربا غايب بسبب فرح شقيقته، احمد عبد القادر كمان غايب لسه ما جهش 100%، اليو ديانج غايب، وفي كلام ان ديانج عمليته كمان هتبقى اكبر من مجرد تنظيف، في ناس بدات تتكلم في انها ممكن تبقى غضروف، قطع في الغضروف، لسه برضه الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي القصه ايه. وهيسافر بقى باقي الفرقه، مصطفى شوبير وحمزه علاء ومحمد هاني واكرم توفيق ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وكريم الدبيس وعندك نص الملعب مش هيسافر مروان عطيه طبعا عشان ثلاث انذارات، انما عندك عمرو السوليه وكريم ندفد وامام عاشور ومصطفى ابو الخير وقفشه، وعندك طاهر محمد طاهر وبرسيتاو هيسافر هيلعب يعني، وعندك مودست وأسامة ابو علي كمان مسافر وحسين الشحات، دي تقريبا قائمه، ورضا سليم، دي تقريبا قائمه النادي الاهلي اللي مسافره ان شاء الله على غانا بكره باذن الله. الاهلي كمان كان مقدم تظلم، فاكرين قصة الأهلي والهلال والجمهور لما شوية اللعيبة في ماتش الهلال والأهلي في استاد القاهرة السنة اللي فاتت والجمهور والتجاوزات وهم خارجين من الملعب بعد الماتش والكاف حكم حكم لجنة الانضباط على النادي الأهلي، قال لك إيه؟ قال لك الحكم ده 150 ألف دولار على النادي الأهلي، كان حكم شديد الحقيقة.
الاهلي قدم تظلم، لجنه الاستئناف بتناقشه، وخلال ساعات يمكن هتصدر قرار. الاهلي رافض، الاهلي 120 ألف دولار، الغرامه 120 ألف دولار، والاهلي استأنف، شايف الغرامه كبيره، والهلال استأنف قال لك مش كافيه غرامه ماليه، بس ليه؟ ده احنا عايزين ماتشات بره الملعب. ما تفهمش الهلال حاطط الاهلي في دماغه طبعا، انها ماشي وده حقه في الاستئناف يعني. انما الاهلي طالب انه تخفيف العقوبه، واللجنه هتقرر خلال الساعات يعني موقف الطعن بتاع النادي الاهلي.